كنت من صغري وانا في اولى ابتدائي كنت حرامي، انا كنت بسرق من دماغي وانا في اولى ابتدائي. هو بقى كان بيديني فلوس وكان بيديني كل حاجه، بس انا كنت بروح ناس ماميه، بس انا كنت برضك كنت ببص لغيري. وتعلمت السرقه وانا صغير، كنت بسرق اللي لما الرصاص من زملاتي، وكنت بسرق سندوتشات. اما كبرت بقى امتدت في السرقه، بقيت اسرق خمس ست محلات في البلد. بعد ما سرقت خمس ست محلات في البلد الناس عارفيني بقى، بيجوا يقولوا ابويا، ابويا بيضربني بيعاقبني عشان ما اعملش كده، كده حرام. كنت بسرق المستشفيات والمحاكم والشنط بتاع حريم، كنت حرامي ذكي يعني. بسرق الموظفين اتمسك اصعب عليهم. المحافظات اللي جنبنا، محافظه القليوبيه، محافظه الشرقيه، محافظه المنوفيه، محافظه القاهره، اسكندريه، دمنهور، بقيت اسرق في المحافظات دي. بعد ما سرقت بقى في المحافظات دي دمار بقى يعندني ومش عايز اسرق كده حرام وكده، قمت رايح قاطع لو انا تحت القطر. انا جيت قعدت هنا عند القطر خمس دقايق كده، قمت انا شايف القطر جنب بعيد وحط ده الشمال وبص كده، هو ده بقى القطر اللي انا قطعت ايديا تحته. نمت هنا وقطعت ايديا تحت القطر وخفت. انا عملت نفسي كده، انا تعبت من نفسي، كنت عايز اعيش محترم واحترم الناس وانا ايدي موجوده، ما كنتش عارف. انا لما عملت كده احترمت الناس واحترمت نفسي. اللص التائب طالما جعان مصر جعانه. وبقول لاي واحد مسؤول هنا في الدوله، احترم الغلبان واحترم الفقير واحترم الجعان واللي في العزب والكفره والنجوع، انا واحد منهم، انا واحد من الناس دي. جعان مش لاقي خالص، بقى بطل 28 جنيه مش لاقي معايا كل شهر. طبعا طالما الاجتماع ما يعملش حاجه، انا عايز بطلب معاش استثنائي من الحكومه، بطلب بعربيه مجهزه. وانا 29 سنه وعذبت نفسي وانا صغير، بس ايه يعني؟ اما اعذب نفسي احسن ما اعذب حد، احسن ما اعذبك واعذب ده واعذب ده واعذب ده واعذب ده، احسن ما اجعل الناس. اما اقعد احترم نفسي واحترم الناس واحترم البشر، ربنا خلقني في وسط بشر يعني، انا لازم احترم البشر واحترم نفسي ودنيا، مش ربنا ربنا يجازيني. ده أجمل حالة إنسانية شفتها في حياتي الحقيقة، الراجل ده يعني الله يكون صادق. دي حاجة. طب قطع إيديه سعادتك يعني، الله يكون صادق. بس أنت حضرتك عندك دايما عندك الشك ده في يعني طبعا بتطرح الشك الأول، بس هو لو صادق 100% ده يبقى بني آدم نبيل جدا، ما كانش محتاج يقطع إيديه يعني. كان لو تقدم بطلب في إدارة البحث الجنائي في حاجة اسمها الرعاية اللاحقة، هتوفر له وظيفة جيدة، وفروا له اذا كان ما وجدش ليه بيتم وضع ملف ليه، والملف ده بيروح المحافظه بتتم انشاء ليه كشك ويعيش عيشه كريمه يعني. ما بيتبهدلوش زي فيلم المشكوك، يوهمنا ان هو ما بيتبهدلوش سعادتك، اللي هو انا غير صحيح، انا مشبوه صورتي عند حضرتك، فانت بتجيبني كل ما تحصل حاجه تبقى دي بهدله، عارف؟ بالعكس. يعني ما نظبط، كان في مشكله لاحدى المتهمين عشان ما نخرجش من سياق الموضوع سريعا. نعم. فظباط البحث ظابطينه، فواحد منهم بيقول له انت مسجل او عندك معلومات سابقه؟ قلت له هو جاي في مشكله ايه بالظبط؟ قال لي معاه خلاف مع جاره. قلت له خلاص احنا هتحاسب على الجرائم اللي ارتكبها. هو ده الكلام. فيعني معانا قيادات فاضله، معانا توجيهات من السيد الوزير بحسن معامله المواطن. المواطن ده سبق اتهامه او غيره متهم في سواسيه في المعامله. صحيح. غير صحيح ان يعني ان بهتم ببلاغ وبلاغ لا. ما هو ده بقى انا هرجع حضرتك غير صحيح. انا عايز ابتدي بس ب المقالات دي كتير من ساحه البرنامج. الاستاذه شاهيناز وده هي بتعبر الحقيقه عن الكثيرين اللي شققهم بتتسرق. يعني اسمح لي انا ارد سريعا على حضرتك. خطوره الامر ايه يا سياده العميد؟ انا طبعا يسعدني ان حضرتك ترد. انا بس بقول خطوره الامر ايه، المرعب في الامر ان بعضهم بيقول انا مش هبلغ لانه المتغطي بالحكومه عريان، وانا اللي بلغوا عملوا لهم ايه؟ ما عملوا لهمش حاجه. دي الخطوره صحيح. بقى دي الخطوره. اتفضل سعد. احنا في مجتمع لازم نعترف ان احنا في مجتمع، اي كان هذا المجتمع شرقي او غربي، في جريمه لازم تبقى موجوده. نسبه النجاح بتقاس بنسبه زي الطالب اللي بيجايب 90% او 95%، مش هحاسبه على 5%
اعتقد ان هو ده ممتاز، لكن جايب 60% ده راجل ضعيف ومحتاج تقويه. بفضل ربنا سبحانه وتعالى في خلال الفتره ده يعني وبعد بعد الثوره، ايوه ثوره 25 يناير السلوك انحدر. طيب تقول ايه؟ تقول ايه انه نسبه اضافه نسبه الضبط في سرقات المساكن 32% مقارنه بنسبه 75% سنه 2012. دي نسبه اقل من نسبه النجاح. احنا بصدد جريمه معينه ونسبه الضبط فيها هنتكلم عن المساكن، هنخرج عن سياق الموضوع. طيب هنرجع طيب. يعني هنرد على الجزئيه دي سريعا ونرجع للموضوع الاصلي. يعني عندي اشكاليات كبيرة قوي بتواجهنا وتحديات بتقابلنا كلنا، ويمكن آخر إحدى السادة المتصلين تكلمت على الإرهاب. الأستاذة منى. نعم الأستاذة منى شاكرة تكلمت على الإرهاب. ما تنساش إن عندي مسيرات يومية وتعطيل الوسائل المواصلات، محاولة تفجير لأبراج الكهرباء. ده بيسحب الضباط والأفراد، بيسحبهم من العمل الجنائي، بيقلل من لا انا كل حاجه عندي مستوية، لكن في جريمه بتهز المجتمع هيبقى فيها تاثير شديد، فكلنا بيبقى ليها خطه عمل مختلفه تماما. فبتسحب عدد كبير من الضباط والافراد، لان دي غير قضيه السرقه مش هنهملها، خلي بال حضرتك مش هنهملها، بس في المقام في اولويات. طب انا ما اعرفش بقى تفاصيلها ايه، حكايه المنطقه اللي رد بسيط لكن طبعاً لا تهمل. الاستاذ شيناس بتتكلم عن كله بيتعامل سواسيه، اتكلمت عن 8 حوادث سرقه، واتكلمت عن انه لما راحت اشتكت قالوا لها احنا ما نشتغلش من غير دليل. ومين يجيب الدليل؟ طب ما هو انا اجيب دليل، انا ما يعني مش هاخد الكلام بالظبط يعني انا مع حضرتك، انا مع حضرتك بالظبط كده يعني. لكن معنى انه في تكرار رد ان هو ان انا مش هتاخذ اجراءات، لا في اجراءات كتيره جدا بتتخذ، ويحصل 8 حالات، وفي ادله جنائيه بتشتغل. انا مش لازم يعني اعرض كل اللي انا بقوله، يعني أيوة. انا مش هقدر اجيب كل مواطن اشرح له انا بتاخذ ايه الاجراءات اللي بتاخذها. هو المواطن شايف انه في 8 حالات في نفس المكان في نفس الميعاد بنفس الاسلوب، في نظام في مباحث القاهرة وقائمين عليه يعني ناس أفاضل جدا بيتدرس الموضوع، في فيشات وفي استهداف للمسجلين في سرقات المساكن انت ما تستشعرهاش. وانا مش هقعد اشرح لكل مواطن صحيح. انا بعمل كذا وكذا وكذا، مش همن عليه يعني ده طبيعة عملي. طيب يمكن نرجع مع سعادتك لموضوعنا الاصلي. اتمنى ان يكون المتصلين اللي هنشرف بيهم دلوقتي بيتكلموا في تخصص سعادتك يعني الجرائم المال والنصب والاحتيال. الاستاذ محمد من الجيزه، مساء الخير يا سيدي، اتفضل. استاذ محمد. طيب الاستاذ عادل من القاهره. طيب كل التليفونات فصلت، ده لحسن حظنا عشان نسمع حضرتك اكتر. تجاوبنا بقى على السؤال الرئيسي. اتفضل. احنا عايزين روشتة من سعادتك لكل مواطن مصري طيب وحسن النية، واحنا بندعي ربنا ان المصريين يفضلوا طيبين ونيتهم حسنة، لكن مش مع النصابين. ازاي بقى يتودك ويعرف ان اللي قدامه ده نصاب؟ ادينا الروشتة. موضوع بسيط جدا. موضوع ابسط من يعني عشان ما نحكيش كده، انا بتوصل المشاهد أخواتنا وأبهاتنا. يجب أن يكون لديك القناعة. فكر بسيط ده مبدئيا كده، يعني مش عاوز كلمة طمع. كيف أنا عاوز لديك القناعة؟ لو تتصور أن أنا معايا المثال اللي احنا ضربناه بالنسبه للعربيه، في امثله كتير. على سبيل المثال سيده مسنه كبيره في السن، وقف جنبها شخص اقنعها ان ده راجل عربي وعاوز يسافر ومعاه دولارات، والذهب اللي معاه كده يساوي 20,000 جنيه، ده هو معاه دولارات بما يساوي 50,000 جنيه، هو عاوز يمشي وعاوز يستبدلهم عشان ما يعرفش يرجع المطار. بالمنطق يعني قلع الذهب بمنتهى البساطه. أصدق أي حد في الشارع يبقى عدم مصداقية، ما تثقش ولا حد. ما تثقش ورا أي كلام. لازم يبقى عندي قناعة بإن الحاجة اللي معايا دي ربنا مدياني. ومش لازم الثراء السريع يعني، ده شوية فكر. بالظبط.
دي ابسط حاجه انا بعديها. ده الكترونيا كمان الحكايه دي بتتكرر كتير جدا. يجي لك الايميل يقول لك انت كسبت، انا ارمله نكروما وهحول لك 2 مليار دولار، بس انت ابتدي الاول اديني رقم حسابك البنكي عشان احول لك، ولا رقم بطاقه الائتمان. تصور انا ارمله نكروما. ايه بيحصل؟ ودي في بتخاص الاداره بتيجي لساعتك بلاغات من لا بيتولاها الاداره العامه توثيق ومعاملات في مباحث الوزاره. طب هتجيبوها الاجهزه، ارمله نكروما دي هتبقى فين؟ هتجيبوها منين دي؟ الاجهزه المعاونه اللي هي بتتتبع الايميلات او تتبع الخطوط التليفونيه من خلال اجهزه يعني فنيه معاونه بتبقى لدرجه يعني. لكن انا بتعامل مع المحتال او النصاب بيقابلك في الشارع وجها لوجه. بالظبط. انا عايز بس في الاخر اقول سعادتك، احنا بندعي ربنا والله كلنا كل المصريين ان شاء الله انه ربنا يبارك في بنسميها الحكومه عندنا في البلد، بارك في الحكومه يعني ايه اللي هم رجال الضبط والربط دول زي سعادتك كده الداخليه، ربنا يبارك فيهم ويرجعوا بقى زي ما كانوا. تمشي الساعة 4 الصبح. انا يعني قاطع حضرتك. لا الشرطه موجوده وبتبذل مجهود. الشقاوه زادت ليه سعادتك؟ الشقاوه زادت خالص. السلوك انت بتتعامل مع 90 مليون. انت بتتعامل مع 90 مليون. منهم جزء منحرف بيطلع في مسيرات ومظاهرات وبيحرق وبيدمر وبيتلف. سيادة العميد ربنا يبارك فيكم والله، احنا بنعول عليكم ومعتمدين عليكم ومش وعايز اقول شعب مصر كله تحديدا الاستاذه شيناز والاستاذ رضا، عايز اقول لهم زي ما قال سياده العميد كده، يمكن في شغل بيتعمل وبياخد وقت على ما يتعمل، احنا لازم نحسن الظن في الناس دول كمان، الناس دول بيشتغلوا. انت تترقى لما تمسك ناس مجرمين صح؟ يعني دي شغلتك، ده اكل عيشك. ده وظيفتي. شايف؟ دي وظيفتي. يعني هو لو اهمل في وظيفته طب هو مش هيترقى، ما هو هيبقى هيقول عليه ظابط خايب. انا عاوز حضرتك بس اوضح نقطه، الضرر النفسي لما مبلغ بيدخل عليا او مجني عليا انا بستشعر ان انا اللي سرقته، انا السبب. مش انا لوحدي بس، كقيادات عامه عندنا بدايه من استاذنا الفاضل اللي هو محمود فاروق مدير المباحث، وبيكلمني في التليفون انت جبت الحاجه بتاع الناس ولا لسه؟ ما بيسالنيش المتهم. انت جبت الحاجه بتاع الناس ولا لسه؟ ما تحدش فيكوا هيروح ولا ياخد راحه. انا متشكر جدا يا سيادة العميد. عفوا جدا. وزي ما قلت لحضرتك ده احنا شوف احنا نقعد نشتكي كتير كتير ونقول ربنا يقويكوا عشان الشكاوي دي تقل، الشكاوي دي تقل وتقل وتقل، وانتوا تبقوا ضباط اشطر وان شاء الله تترقوا. هو ده اللي احنا عايزينه. انا متشكر جدا لسياده العميد الدكتور عصام فتحي رئيس قطاع مكافحه جرائم المال في مديريه امن الجيزه، وقلبي مع كل هؤلاء الذين اتصلوا او حاولوا الاتصال او ارسلوا رسائل قالوا الحاجات المؤلمه، شقتي اتسرقت وحاجتي واتنصب عليا وسرقه بالاكراه، احنا عارفين ارقام قدامنا اهي، ارقام مؤلمه جدا، لكن ان شاء الله كل من اجرم في حق مصري يتجاب ويدفع الثمن باذن الله، ونعول على رحمه ربنا وعلى الرجاله دول باذن الله. السلام عليكم.